من المحيط إلى الخليج، كان الجميع على قلب رجل واحد، رافعين شعار هيا أسود الأطلس. المنتخب المغربي استمر في تقديم مستويات فنية ونتائج مميزة ومبهرة ومشرفة للكرة العربية خلال مغامرته في كأس العالم فيفا قطر 2022، وتأهل المنتخب المغربي عن جدارة واستحقاق لدور 16 من المونديال، معتليا مجموعته التي ضمت معه كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا. ولم يتجرع أسود الأطلس أي خسارة خلال مباريات الدور الأول من المجموعة، حيث حقق انتصارين للتاريخ على حساب كل من بلجيكا وكندا قبل أن يحصد نقطة في مستهل المشوار أمام وصيف العالم المنتخب الكرواتي بالتعادل السلبي. كوكبة من النجوم في صفوف المغاربة، على رأسهم حكيم زياش وأشرف حكيمي ومدير فني وطني يمتلك الروح والحماس والفكر المميز وليد الركراكي، ساهموا في هذا الإنجاز العربي الفريد، وأصبح المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتمكن من بلوغ الدور الثاني من المونديال. وأصبح المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتمكن من بلوغ الدور الثاني في المونديال بعد إنجاز نسخة 1986 بالمكسيك. وعادل المنتخب المغربي الرقم القياسي للمنتخبات العربية من حيث عدد الانتصارات في المونديال، والذي كان مسجلاً باسم منتخبي الجزائر والسعودية بالرقم 4. وبات المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتأهل عن صدارة مجموعته في المونديال، مشرفاً الكرة العربية والإفريقية. وضرب أسود الأطلس موعداً نارياً في ثمن نهائي كأس العالم أمام الماتادور الإسباني، والذي حل ثانياً بمنافسات مجموعته التي ضمت ألمانيا واليابان وكوستاريكا. المنتخب المغربي يوحد الشعوب العربية في المونديال، هكذا هو الهدف الأسمى من الرياضة بشكل عام والساحرة المستديرة بشكل خاص. أمجاد يا عرب هو الشعار الأقوى والأسمى لأنصار الكرة العربية في المونديال بعد المستويات المشرفة لكل من منتخبي تونس والسعودية والتنظيم المميز لدولة قطر والإنجاز المغربي الفريد.